خلال تهنئته الأقباط بعيد الميلاد المجيد، السيسي يعلن الانتهاء من ترميم جميع الكنائس المتضررة خلال العام الحالي ويشدد على وحدة النسيج الوطني. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 أطفال في قصف لميليشيات الحوثي وصالح في تعز، وطائرات التحالف العربي تقصف معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة بقوة في صنعاء. مقتل قرابة 70 شخصا وإصابة أكثر من 100 جراء تفجير شاحنة بمعسكر بزليت شرقي ليبيا. رابعة عصرا بتوقيت القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما إخبارية شاملة نقدمها من النيل. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد. خلال كلمته بالكاتدرائية قال الرئيس السيسي إنه لا أحد يستطيع أن يفرق بين المصريين أو يسبب الأذى لهم، معربا عن امتنانه واعتزازه بالموقف الوطني المشرف للكنيسة المصرية وللبابا توادروس لوقوفهم مع الوطن خلال الفترة الماضية. للعام الثاني على التوالي وسط هتافات وفرحة عارمة من الحضور، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنئة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية والأقباط بعيد الميلاد المجيد. وخلال كلمته بالقاعة الكبرى للاحتفالات بالكاتدرائية قال الرئيس السيسي بأنه لا أحد يستطيع أن يفرق بين المصريين أو يسبب الأذى لهم، مؤكدا أن سنة المولى عز وجل في الأرض هي الاختلاف، وأن مصر علمت البشرية منذ آلاف السنين الحضارة والإنسانية. عايز أوصيكم وأوصي نفسي وأوصي كل اللي موجودين معانا هنا، شوفوا تاني مفيش حاجة تأذينا، لا ظروفنا الاقتصادية ولا حتى ظروفنا السياسية ولا أي حاجة، أي حاجة ممكن نقدر عليها إلا إن إحنا نختلف. وعايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى سننه في الوجود التنوع والاختلاف، سننه في الوجود التنوع والاختلاف، مفيش حاجة واحدة غيره هو، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، أديان، أشكال، ألوان، لغات، عادات، تقاليد، كل حاجة. محدش يقدر يخلي الناس، وانا قلت الكلام ده قبل كده، محدش لا قدر قبل كده ولا هيقدر بعد كده يخلي الناس حاجة واحدة، محدش هيقدر ده. الرئيس السيسي قال أيضا أنه طالب أحد المفكرين بأن يتم إصدار مناهج لتعليم النشأ بداية من عمر الطفولة حتى الجامعة ثقافة الاختلاف وقبول الآخر بمحبة، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ هذا الفكر على أرض الواقع سيأخذ الناس المثل والنموذج في كل مكان. كنت بكلم مع أحد المفكرين من كام يوم كده، بقول له من فضلكم احنا عايزين نعمل كتاب او كتب تعلم الناس ان الدنيا مش زي بعضها، من اول ولادنا اللي في المدرسة الصغيرين لغاية اللي في الجامعة، نقول له مش زي بعضنا، واقبل ده، مش اقبله بس، اقبله بحب، لان هو ربنا خلقنا كده. فدي واحدة. النقطة الثانية، حاضر، النقطة الثانية اللي عايز أقولها لكم، لو إحنا عملنا ده هندي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية.
الرئيس السيسي أيضا أعلن خلال كلمته التي ألقاها بالكاتدرائية أنه سيتم الانتهاء من إصلاح جميع الكنائس المتضررة في مصر خلال العام الحالي، معربا عن امتناني واعتزازي بالموقف الوطني المشرف للكنيسة المصرية وللبابا توادروس لوقوفهم مع الوطن خلال الفترة الماضية. احنا اتأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح اللي تم إحراقه، اتأخرنا إن شاء الله السنة دي كل اللي متأخر قداسة البابا هيكون لصالح. اسمحوا لي أقول لكم يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ده مش تفضل مننا، ده حق واحنا مش هننسى ابدا. اسمعوا طيب مش هننسى ابدا لكم ولا القداسة البابا الموقف الوطني المشرف العظيم اللي اتعمل خلال الفترة دي. انا بشكرك يا قداسة البابا وبشكركم كلكم. هذا وقد رأس البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بالقاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة أساقفة القاهرة. دخل البابا إلى قاعة القداس وسط حملة المباخر من الشماسين الذين رددوا الترانيم، واستقبله الإخوة الأقباط داخل القداس بالهتافات والتصفيق. من جانبه أكد البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه ينظر إلى الرئيس السيسي نظرة احترام وتقدير، مثنيا على جديته وإخلاصه وتفانيه وأرضيته الوطنية ولمساته الإنسانية. وقال البابا في حوار مع صحيفة الأهرام إن التاريخ المصري الذي يجمع المسلمين والمسيحيين تاريخ يدرس، مؤكدا أن مصر ليست مجرد بلد ودولة لكنها عائلة أسهمت الطبيعة في إيجادها مما يجعلها شعبا متميزا له حضارة وتاريخ. وحول ملف سد النهضة أشار البابا توادروس إلى أن العلاقات التاريخية الطويلة مع إثيوبيا وطبيعة الشعبين المصري والإثيوبي يسهمان في حل الكثير من المشاكل عن طريق التفاوض بين الدولتين. كيف يكون قلبك ملجأ لكل إنسان؟ هنأت جامعة الأزهر البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ مجمع البحوث الإسلامية الأخوة الأقباط المسيحيين بعيد الميلاد مؤكدا على قوة التلاحم والتماسك بين المصريين. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي إن الشعب المصري نسيج واحد ومصير واحد، وأن الأعياد تترجم الروح الوطنية القوية من خلال انتشار روح المحبة والمودة والاحترام بين أبناء الوطن، مما يعطي رسالة قوية للدلالة على تماسك وقوة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات. أقامت الكنيسة القبطية في حي ليشتنبرغ ببرلين قداس عيد الميلاد المجيد. شارك في الاحتفال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية والمكاتب الفنية بالسفارة المصرية، بالإضافة إلى حضور مكثف من جانب الجالية المصرية بألمانيا. أقيم قداس أعياد الميلاد بمقر الكنيسة القبطية بالعاصمة الألمانية برلين، حيث أقام قداس الأنبا داميان الأسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا بكنيسة القديسين ببرلين بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية ببرلين، يترأسهم السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا للتحدية. يعني نقول طبعا ما قاله السيد رئيس الجمهورية كل الاتهان القلبية
لإخواتنا وأشقائنا أقباط مصر وكل أبناء الجالية المسيحية في ألمانيا. دي طبعا مناسبة عطرة، مناسبة كريمة عزيزة على قلوب جميع المصريين، ومن حسن الطالع أن احنا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مولد المسيح وأعياد الميلاد المجيدة يمكن في فترة متقاربة جدا. تضم ألمانيا 8 كنائس قبطية موسعة على الولايات الألمانية ودير قبطي مصري بمدينة هوكستر بغرب ألمانيا، حيث يقوم الدير القبطي بدور اجتماعي هام في استضافة وتوحيد المصريين. بنشكر ربنا أن احنا نحتفل بهذا العيد في ظروف محبة وفي سلام وفي جو من الألفة. احنا سعداء بالكلمة قداسة البابا، كانت كلمة قوية ومؤثرة جدا، فرحانين بكلمة سعادة رئيس جمهورية مصر العربية، وبنشكر سفيرنا الجديد، احنا مبسوطين جدا بيه وكل الوفد الراقي اللي جه النهاردة يهني الجالية القبطية. طبعا عيد ميلاد السيد المسيح زي ما السفير قال هو مش عيد للأقباط بس، ده عيد البشرية كلها. وقد حرص أبناء الجالية المصرية على تقديم التهنئة لأشقائهم الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة. طبعا أنا بقول لأخواتنا الأقباط كل سنة وهم طيبين، وبتمنى لهم سنة سعيدة وإن شاء الله ربنا يعود عليهم الأيام بخير. بقول لأخواتنا الأقباط كل سنة وهم طيبين. طبعا احنا مبسوطين جدا النهارده يوم ميلاد السيد المسيح، ونتمنى للعالم كله للدنيا كلها سلام. جايين طبعا نهني اخواننا المسيحيين، شعب واحد طول عمرنا في مصر، ما فيش فرق بيننا ابدا، واحتفالاتهم احتفالاتنا. انا بقول ان من طول عمرنا احنا ما بقولش لا مسلم ولا مسيحي، المصري مصري، كل واحد له اعتقاده، ودي الحاجة الوحيدة اللي علاقة بين الإنسان وربنا. أنا حريصة أني كل سنة أكون مع أخواتي المصريين الأقباط وبهنيهم وبقول لهم كل سنة وهم طيبين. المناسبة دي جميلة لأن كمان فيها مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ودايما المصريين بيتجمعوا على الخير. المصريون في ألمانيا شركاء في الغربة والوطن، وتجمعهم وحدة الهوية والمصير، واليوم يوجهون رسالة مفادها أن الانتماء للوطن عقيدة يؤمن بها كل مصري وإن اختلفت الهوية الدينية. إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. احتفل الأقباط المصريون في النمسا بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء تسودها المحبة، وحرص السفير خالد شمعة سفير مصر في النمسا على المشاركة في احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية في فيينا مع أبناء الجالية من المسلمين والمسيحيين. وانساده روح الود والمحبة والإخاء تغلف باستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل بانتهاء تشكيل مجلس النواب. شهدت كنيسة عزراء الزيتون بفيينا احتفالات أقباط مصر بالنمسا بعيد الميلاد المجيد. أحب أتقدم بخالص التهاني لسيدات والسادة أعضاء الجالية المصرية في النمسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإن شاء الله مصر دايما بخير. كل سنة ومصرنا الحبيبة طيبة، شعب مصر طيب، كل سنة وسيادة الرئيس السيسي المحبوب طيب، كل سنة وقداسة البابا تودروس الثاني طيب، كل سنة ومصر كلها طيبة، وبنبعت تهانينا للرئيس السيسي والبابا تودروس. وبسعادة بالغة استقبل نيافة الأنبا جبرائيل أسقف النمسا وسويسرا البعثة الدبلوماسية ورموز الجالية المصرية مسلمين وأقباط، وشكر نيافة الأنبا الرئيس السيسي وكل الحضور على التهنئة بعيد الميلاد المجيد. بقول لكل مصر كل سنة طيبين، والحقيقة سنة دي كان عيد جميل جدا لأنه كان بيجمع بين عيد ميلاد السيد المسيح والمولد النبي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له الله يقويك على المسؤولية ويعينك، وبنعيد على كل مصر. رئيسنا السيسي ربنا يخليه لينا قايم بمشروعات ممتازة، ربنا يخليه لينا ويحافظ عليه، وبنعيد على قداسة البابا وعلى كل الشعب المصري، كل سنة وانتم طيبين.
رسم احتفال هذا العام صورة من أروع صور الاندماج الذي تميز بدفء المشاعر بين مسلمي وأقباط مصر بالنمسا، وأكد على قوة وصلابة الشريان الذي يجمع بين أبناء الوطن. من كنيسة عذراء الزيتون بالعاصمة النمساوية، لكم التحية وكل عام وحضراتكم بخير. قناة النيل الإخبارية، مصطفى عبد الله، فيينا. احتفل المسيحيون الشرقيون في قطاع غزة بعيد الميلاد المجيد في كنائس غزة بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسيحي غزة ممن تنحصر أعمارهم بين 16 و35 عاما من التوجه للضفة الغربية للمشاركة في الأعياد. كغيرها من العائلات المسيحية في غزة، لم تتمكن هذه العائلة من التوجه إلى الضفة الغربية للمشاركة في أعياد الميلاد المجيد في مهد السيد المسيح عليه السلام بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لمن تتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما إلى 35 عاما الخروج من غزة للاحتفال بأعياد الميلاد. إسرائيل بتمنع من سن 16 ل 35 يغادر البلد. طب انا بالنهايه كيف بدي احس في العيد وانا مش موجود في مهد المسيح، في المكان اللي ولد فيه المسيح؟ انا بالنسبه لي لو كنت انا موجود غاد بحس حالي اني بعيد، لكن انا مش حاسس اني معيد. من 2007 لهالوقت احنا ممنوعين من السفر بسبب المنع الإسرائيلي. يضطر مسيحيو غزة من أداء طقوسهم الدينية في الكنائس الموجودة في القطاع دون أن تتوقف دعواتهم بتحقيق السلام والمحبة وإنهاء معاناة سكان غزة. أمنياتنا أنه إحنا نسافر برا في العيد، أقل إشي بالعيد نكون مع قريبنا برا بالضفة، نزور الأماكن المقدسة اللي من وأنا صغيرة ما رحتهاش، يكون في سلام، يكون في عيد في غزة، نحس يعني بأجواء العيد. بنتمنى كل سلام لكل عواصمنا العربية، للقاهرة، لدمشق، للقدس، لبيت لحم، لكل المناطق أنها تعيش في استقرار وفي سلام، في هدوء وفي تطور، في بعد عن المشاكل وحالة الشد الموجودة في الشارع العربي. حالة من التذمر تسود الفئة الممنوعة في غزة من المشاركة في أعياد الميلاد المجيد بالضفة الغربية بسبب قرار إسرائيلي مستمر منذ 9 سنوات، فمتى سيتمكن هؤلاء من أداء حقهم في العبادة بحرية وأمان؟ صغارا وكبارا جاءوا للصلاة في كنائس غزة لدعاء الرب الواحد بأن يتحقق الأمن والسلام في أرض السلام، وكي يتمكنوا قريبا من زيارة مهد المسيح دون منع أو قيود. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. أكد مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط شخص من مجموعة أطلقت أعيرة خرطوش على خدمات فندق الأهرامات الثلاثة بالجيزة صباح اليوم أثناء اختبائه خلف الفندق، في حين تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي العناصر. يأتي ذلك بعد أقل من ساعتين على قيام مجهولين يقدر عددهم 15 شخصا بإطلاق شماريخ تجاه الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطلبية. وأوضح مسؤول الإعلام الأمني أن القوات المتواجدة أمام الفندق قامت بالتعامل مع المهاجمين لتفريقهم، مضيفا أن أحدهم قام بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية أمام الفندق، مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بزجاج الفندق وزجاج أحد الحافلات السياحية دون وقوع أي إصابة. نجحت الأجهزة الأمنية المعينة بوزارة الداخلية في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة والذخيرة والمواد المخدرة في حملات أمنية موسعة شملت 6 محافظات، وذلك ضمن خطط الشرطة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وقد تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بأحد المخازن الأرضية بها مدفع مضاد للطائرات و75 طلقة من طراز من ذات العيار وقذفي RPG و18 قذيفة RPG ومدفع مضاد للطائرات ورشاش متعدد وبندقية قناصة وبندقية خرطوش
و11 شريط طلقات خاص بالرشاش المتعدد و9 خزن خاصة بأسلحة نارية و3414 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. كما أسفرت جهود الحملات التي شنت بمحافظات المنيا والقليوبية وأسوان وأسيوط والإسكندرية عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري و18 خزينة لأسلحة نارية و4191 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة. كما نجحت مباحث ديروط في ضبط مزارع وبحوزته 41 تمثالا يشتبه في آثاريتهم. وأفادت صفحة المسؤول الأمني بوزارة الداخلية أنه بمواجهة المتهم المدعو عاطف ميم عين البالغ من العمر 50 عاما اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار. تواصل قوات إنفاذ وإنفاذ القانون من الجيش والشرطة تنفيذ عملياتها في إطار المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء. وأسفرت الحملة أمس عن القضاء على 11 فردا من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران والقبض على فردين من المشتبه بهم. استمرارا للمرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد التي تخوضها قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح للقضاء على العناصر الإجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء والتي أسفرت عن تحقيق الآتي: القضاء على 11 فردا من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل لإطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذها لمهامها، كذا القبض على فردين من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوقار هذه العناصر، وتفجير 5 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، وتدمير عربتين و6 دراجات نارية يتم استخدامهم في مراقبة واستهداف القوات. هذا وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عملياتها ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين المواطنين وحماية الأهداف الحيوية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي. في الملف اليمني أسفرت جهود وزارة الخارجية عن إعادة أسرة مصرية سالمة من مدينة تعز اليمنية المحاصرة إلى أرض الوطن مساء أمس، حيث كان في استقبالها ممثل وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي. كان وزير الخارجية سامح شكري قد أصدر توجيهاته للقطاع القنصلي بالوزارة والسفير المصري لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي ببذل كافة الجهود لإنجاح عملية إعادة الأسرة إلى مصر. قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد أحمد عسيري إن التحالف سيحقق في اتهام من إيران بأن طائراته استهدفت سفارة الجمهورية الإسلامية في صنعاء أمس الأربعاء. وأوضح عسيري أن طائرات التحالف نفذت هجمات مكثفة في صنعاء مساء أمس مستهدفة منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثي ضد السعودية، مضيفا أن الجماعة استخدمت منشآت مدنية منها سفارات مهجورة. وقال إن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاتها الدبلوماسية، وأن الاتهامات التي تستند إلى معلومات يقدمها الحوثيون ليست لها مصداقية. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت اليوم صاروخا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة حيث تم تدميره دون أي أضرار. يأتي هذا في حين استشهد 4 مدنيين وأصيب 33 بينهم 10 أطفال في قصف لميليشيات الحوثي وصالح بالدبابات ومدافع الهاون على عدد من أحياء تعز. انتصارات متتابعة حققتها القوات اليمنية مدعومة بغارات التحالف العربي على ميليشيات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك في عدة مناطق بالبلاد.
ففي محافظة مأرب سيطرت المقاومة على موقعين الميليشيات بمنطقة المخدرة بمديرية صروح خلال معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى. كما تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على عدة مناطق بمديرية نهم أولى مديريات محافظة صنعاء من ناحية مأرب، وحققت تقدما في منطقة يحريب نهم وفرضت نهم الاستراتيجية والتي تربط بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف وتتمركز فيه الميليشيات لحماية المنطقة. وبالسيطرة على تلك المناطق الهامة بات الطريق أمام العاصمة صنعاء ممهدا، وبخاصة بعدما أعلنت المقاومة الشعبية في صنعاء أن قوات الجيش والمقاومة أصبحوا على بعد 9 كيلومترات من مديرية بني حشيش القريبة من صنعاء. القوات اليمنية أعلنت سيطرتها أيضا على ميناء ميدي المطل على ساحل البحر الأحمر في محافظة حجة شمال غربي البلاد والمناطق المحيطة به، وذلك بعد معارك عنيفة مع الميليشيات. وبتحرير الميناء وسيطرة قوات الشرعية عليه خسرت الميليشيات وقوات صالح منفذا بحريا، طالما كان منفذا رئيسيا لوصول الأسلحة من الدول الداعمة للميليشيات خلال الفترة الماضية. وفي تعز قتل 12 من الميليشيات وأصيب نحو 24 آخرين جراء المعارك التي دارت من عدة جهات، إضافة إلى قصف دول التحالف العربي لمواقع للمتمردين. وبعد الخسائر التي تكبدتها القوات الحوثية قامت بقصف لعدد من الأحياء السكنية بالمدينة باستخدام الدبابات ومدافع الهاون، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير وحرق عدد من المنازل. والله ربنا يقصفون. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا من عدن مراسل النيل عبد الخالق الحود. عبد الخالق بعد التحية، يعني ما هي طبيعة الأوضاع الميدانية الآن في مختلف مدن اليمن وتحديدا في عدن، وحقيقة المعلومات الواردة حول استهداف سفارة إيران في صنعاء وغيرها من المعلومات الأخرى؟ نعم، الطائرات التحالف العربي شنت فجر هذا اليوم سلسلة غارات استهدفت مواقع هامة وكذلك مواقع استراتيجية يعتقد أن الحوثيين وقوات صالح تخزن فيها كميات من الأسلحة البالستية. ضربت طائرة التحالف ميدان 70، ما أدى إلى تضرر عدد من المنشآت القريبة من هذا الميدان. كذلك أيضا طائرة التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق تماس تحديدا في نهم، وهي منطقة تمكن التحالف من السيطرة عليها يوم أمس، وبذلك من شأنه فتح الطريق وتمهيده باتجاه صنعاء وتضييق الخناق عليها، بالإضافة إلى سيطرة التحالف على ميناء ميدي الاستراتيجي جنوبا باتجاه محافظة تعز. استطاعت المقاومة الجنوبية من التقدم ودحر ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة تعز تحديدا في منطقة كرش. المعلومات الواردة حتى الآن من صنعاء ليست واضحة بشأن استهداف السفارة الإيرانية، لم يتسنى لنا حتى الساعة تأخذ من هذه المعلومات، ربما خلال الساعات القادمة ونشرها خلال اللاحقة سوف نوافق بالتفاصيل. لكن هذا الأمر لكن تحديدا في مدينة تعز، إذا كان لديك معلومات جديدة حول حقيقة الأوضاع الميدانية وعدد الشهداء والمصابين. نعم، المعلومات من هناك تتحدث عن عدد من المسلحين أصيبوا، وكذلك تم استهدافهم بغارة جوية شنتها طائرة التحالف على وسط المدينة تحديدا في جبل مطل على الجامعة، تمكنت الميليشيات من السيطرة عليه خلال الأيام القليلة الماضية. تزامن ذلك أيضا اشتباكات عنيفة دارت في محيط هذا الموقع وأيضا شمال المدينة، هناك الاشتباكات لا زالت سجالا بين الطرفين. طائرة التحالف بين الفينة والأخرى تشن غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى ضغط من المقاومة الجنوبية باتجاه مدينة كرش وصولا إلى تعز. نعم، شكرا جزيلا على هذه المتابعة مراسلنا في عدن عبد الخالق الحود، شكرا جزيلا لك. ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي الشركات الدولية والإقليمية المتخصصة في مكافحة حرائق الآبار النفطية الإسهام معها في عمليات إخماد الحرائق المندلعة
جراء الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي على الخزانات النفطية في منطقة السدرة النفطية. في غضون ذلك قتل 70 شخصا وأصيب 127 بجروح في انفجار استهدف مركز تدريب للشرطة في مدينة زليتن بشمال غرب ليبيا. رغم اقتراب ليبيا من حلحلة أزمتها السياسية، إلا أن الأوضاع على الأرض ما زالت تشهد توترا ملحوظا. اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وحراس أمن قرب ميناء السدرة، أكبر ميناء لتخزين النفط في ليبيا وراس لانوف. كبدناهم أكثر خسائر في الآليات وفي الأرواح. نحن عندنا شهداء يمكن 10 ولا ما يفوتش 10 يعني، وجرحى قريب 30 لكن تمام يعني. وهم ما عندهمش ولا شيء وجرحى، لكن نحن الحمد لله جرحانا في مصراتة وفي طرابلس وفي جداب. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من جانبها أعلنت أن نيران اندلعت في خزانات للنفط الخام في ميناء السدرة وميناء رأس لانوف بمنطقة الهلال النفطية نتيجة إطلاق صاروخ تابع لتنظيم داعش الإرهابي. قتل وأصيب على إثره عدد من الأشخاص من الطرفين. خزان رقم 13 بالكامل، تو شهود مصاب على خزان رقم 11 تو، ولكن للأسف المنطقة في خطر، في خطر حقيقي. وعلى وقع التفجيرات الإرهابية قتل وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة استهدف مركز تدريب للشرطة في مدينة زليتن بشمال غرب ليبيا بطرابلس. واحد يسوق خش بسرعة، قرف على الباب تقر فيه قوته بسرعة السيارة الكبيرة، فخ الباب رفع معه وخش فصل الطلبة هنا من جميع. وفي مدينة درنة انفجرت عبوة ناسفة استهدفت المدخل الرئيسي لإحدى المدارس، إلا أن التفجير لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية. تلك التفجيرات دفعت المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى إدانة التفجيرات، داعيا كل الليبيين إلى الاتحاد في المعركة ضد الإرهاب. وللمزيد من القراءة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس السيد عبد الرازق الداهش الكاتب الصحفي. سيد عبد الرازق بعد التحية، كيف تقيم الأوضاع في ظل انفجار استهدف مركز تدريب للشرطة في مدينة زليتن وأيضا استهداف داعش الإرهابي لخزانات النفط في منطقة السدرة؟ ممكن حقيقة أولا مساء الخير. حقيقة ما يحدث هو تصوير نوعي يعني لأعمال تقوم بها داعش، سواء عبر الجبهة. طبعا داعش تتموقع في أماكن حساسة جدا في ليبيا، وهي على حافة الهلال النفطي والذي يعتبر يشكل أكبر مخزون أو أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا كلها، وبالتالي فهذا مؤشر خطر جدا. ما حدث اليوم وهو استهداف معهد لشرطي لتدريب خفر السواحل هو رسالة، أو نستطيع أن نقول رسالة لغير أكثر من رسالة بغير عنوان. لا هناك رسائل بالداخل تعبر عن أن هذا التنظيم يستطيع قادر على تطوير عملياته في كل الظروف. فالرسالة الثانية وهي للداخل الليبي بأن التنظيم الذي في المركز في منطقة وسط ليبيا قادر على أن يدير عملياته في كل ليبيا في كل أرجها. والمهمة الأخرى وهي هناك رسائل لأوروبا ورسائل للخارج من خلال استهداف هذا المعهد. وفي هذا الوقت يعني نحن نعرف أن كوبلر منذ يومين قال بأن هناك إمكانية تواجد قوات أجنبية تساعد على استقرار في ليبيا. طيب سيد عبد الرازق، يعني في ضوء المعلومات المتاحة لحضرتك، هل من بين النتائج أيضا التي يمكن استنتاجها أنه حدث تضخم في قوة داعش الإرهابي على الأرض في ليبيا أم العكس؟ بالتأكيد. والمهم الأخرى الذي سأخلصها وهي أن ضرب مركز لتدريب خفر السواحل، متعلقين بالهجرة غير الشرعية، وبالتالي أنه هو هذه رسالة لأوروبا أنهم قادرين أنهم يضربوا في ليبيا وقادرين أنهم يجعلوا ليبيا محطة لترانسفير للهجرة غير الشرعية. نعم مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة السيد عبد الرازق الداهش الكاتب الصحفي متحدثا إلينا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد: الشرطة الفرنسية تقتل شخصا
للاشتباه في قيامه بعمل إرهابي، وأولاند يشيد بدور قوات الأمن في مكافحة الإرهاب. خلال تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، السيسي يعلن الانتهاء من ترميم جميع الكنائس المتضررة خلال العام الجاري، ويشدد على وحدة النسيج الوطني. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 أطفال في قصف لميليشيات الحوثي وصالح في تعز، وطائرات التحالف العربي تقصف معسكر جبل النهدين وضر الرئاسة بقوة في صنعاء. مقتل قرابة 70 شخصا وإصابة أكثر من 100 جراء تفجير شاحنة بمعسكر بزليت شرقي ليبيا. ونتوجه الآن مشاهدين الكرام لقراءة أهم الأنباء الاقتصادية بصحبة الزميل حسام الدين عاطف. أهلا بك حسام. أهلا بك أيمن، وشكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى وقفتنا الاقتصادية أهم ما فيها. أسواق المال العالمية تهوي بشدة تحت ضربة إعلان الصين خفض عملتها إلى أدنى مستوى لها منذ 2011. أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع أخبارنا العالمية، حيث تكبدت البورصات العالمية خسائر حادة، وهوت جميع المؤشرات على وقع الإعلان عن قرارات للبنك المركزي الصيني بتخفيض قيمة اليوان. فقد أغلقت بورصتا الصين بعيد افتتاح جلستهما اليوم الخميس بعد انهيار جديد تجاوز 7%، ما أدى إلى عمل آلية تعليق المبادلات بشكل تلقائي، وكذلك بعد الإعلان رسميا عن خفض كبير في سعر اليوان هو الأكبر منذ أغسطس الماضي، في حين هوى مؤشر نيكاي الياباني لأدنى مستوى له في 3 أشهر. تأتي هذه الخسائر بقى في حين أعلن البنك المركزي الصيني تراجع احتياطاته من النقد الأجنبي في ديسمبر الماضي بنحو 107.9 مليار دولار، مسجلا أكبر هبوط شهري على الإطلاق. وكان المركزي الصيني قد فاجأ الأسواق من جديد وخفض قيمة اليوان، محددا نقطة المنتصف الرسمية لليوان عند 6,5646 من 10,000 لليوان للدولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس من 2011. وإلى أسواق النفط العالمية، حيث هوت أسعار مزيج برنت أكثر من 4% لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل من 2004 مع اضطراب الأسواق الآسيوية جراء هبوط اليوان الصيني ووقف التداول في سوق الأسهم الصينية بشكل طارئ للمرة الثانية هذا الأسبوع. هذا وهبط سعر مزيج برنت خام القياس العالمي 4% إلى 32.75 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يشهده الخام منذ إبريل من 2004. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في المعاملات الآجلة نحو 4% أيضا إلى 32.53 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر من 2008. محليا، أعلن رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي سعد موسى إن مصر فرضت قيودا صارمة على واردات القمح تشترط خلو أي شحنة قادمة إلى البلاد من طفيل الإرجوت تماما. وأكد موسى على أنه سيتم رفض أي شحنة تحتوي على أي نسبة من الطفيل، مؤكدا أن وصول أي مستوى من هذه الإصابة إلى المزارع المصرية ستصيب المحاصيل المحلية بأضرار بالغة.
يأتي هذا في حين أعلنت هيئة السلع التموينية أن القيود الجديدة ما زالت محل نقاش وأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي اليوم أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة في مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية. وأوضح حنفي في بيان له اليوم الخميس أن كميات السلع الغذائية الأساسية المتوفرة في مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية لصرفها لصالح نقاط الخبز والتي قامت شركات القطاع العام والخاص بتوريدها حتى أمس، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغير الغذائية الأخرى التي يتم توريدها تبعا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه وقفة اقتصادية سريعة، ونعود مرة أخرى إلى أيمن وباقي وقفتنا السياسية. تفضل. شكرا جزيلا لك حسام. أفاد مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية بأن منفذ الاعتداء على مركز الشرطة بالدائرة 18 للعاصمة الفرنسية باريس، والذي قتله الأمن، لم يكن يرتدي حزاما ناسفا كما كان يبدو عليه. وأضاف المصدر أنه لم يتم تحديد هوية المهاجم بعد، نظرا لعدم حمله أي أوراق ثبوتية، مشيرا إلى أنه كان يحمل تحت معطفه ما يشبه جهاز متصل بسلك، لم يكن بداخله متفجرات ولكن عثر بحوزته على آلة حادة. كانت قوات الأمن الفرنسية قد قتلت في وقت سابق اليوم بالرصاص الرجل للاشتباه في أنه يحمل حزاما ناسفا، كما قامت الشرطة وقوات مكافحة المفرقعات بتطويق منطقة الحادث للتأكد من عدم وجود متفجرات. من جانبه، أثنى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على دور قوات الأمن الفرنسية في تأمين الأراضي الفرنسية وحماية المواطنين ومكافحة الإرهاب الذي يهدد البلاد، كما دعا أولاند إلى تنسيق الجهود بين مختلف أجهزة الأمن في بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك خلال الذكرى السنوية الأولى للهجوم على صحيفة شارل إبدو. واعتبر الرئيس الفرنسي أنه في مواجهة تهديد الإرهابيين يجب أن يعمل كل جهاز للشرطة والاستخبارات والجيش بتنسيق تام وبشفافية أكبر، وأن يتشاركوا بكل المعلومات التي يملكونها. وأسفرت اعتداءات شارل إبدو في يناير 2015 بباريس عن مقتل 17 شخصا، بالإضافة إلى مقتل شرطية في 8 من الشهر نفسه في منروج جنوبية باريس. plus exigeante car le terrorisme n'a pas fini de faire peser sur notre pays. وعدت الولايات المتحدة وحليفتاها العسكريتان الرئيسيتان في آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، بتوحيد الجهود للتوصل إلى رد دولي سريع أكثر حزما بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة. يأتي هذا في حين أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستأنف بث رسائلها الدعائية بمكبرات الصوت الموجهة إلى كوريا الشمالية، وذلك ردا على التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ. رد دولي سريع أكثر حزما، هذا ما توعدت به كل من الولايات المتحدة وحليفتيها في آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها قادة الدول الثلاث غداة إعلان بيونغ يانغ إجراءها تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية. ففي كوريا الجنوبية أعلنت مصادر عسكرية أن سول تناقش مع الولايات المتحدة نشر أسلحة استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، لكن سول ذكرت في الوقت نفسه أنها لا تفكر في امتلاك أسلحة للردع النووي رغم مطالبة بعض زعماء الحزب الحاكم بهذا الأمر، وذلك على الرغم من إقرارها أن نظيرتها الشمالية تسعى من خلال التجربة النووية الأخيرة إلى التأكيد على وضعها كدولة حائزة للسلاح النووي. حكومة سول ترى التجربة النووية محاولة من جانب بيونغ يانغ للتأكيد على وضعها كدولة حائزة للسلاح النووي عن طريق إظهار قدراتها النووية، وجعل حيز بيونغ يانغ للسلاح النووي عاملا محددا في علاقاتها الخارجية، كما تسعى هذه التجربة للتحسين من صورة الزعيم الكوري الشمالي أمام شعبه بإظهار إنجاز للبرنامج النووي قبيل انتخابات حزب العمال المقبلة. وعلى المستوى الشعبي في كوريا الجنوبية خرجت مظاهرات في وسط العاصمة سول للتعبير عن الرفض لإجراء كوريا الشمالية لتجربتها النووية، ولمطالبة حكومة سول باتخاذ إجراءات مشددة ضد بيونغ يانغ.
أما في العاصمة الصينية بكين فقد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها بشأن هذه التطورات داعية إلى استئناف المحادثات السداسية الأطراف الهادفة إلى إنهاء طموحات كوريا الشمالية النووية. أكدت الصين باستمرار على ضرورة تسوية مخاوف جميع الأطراف في إطار المحادثات السداسية ومن خلال الحوار. إن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام طويل الأمد يتفق مع المصالح المشتركة للجميع، ومن مسؤولية الجميع بذل الجهود لتحقيق ذلك. وكانت بكين التي تتمتع بحق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي قد مارست ضغوطا في الماضي للحد من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لكنه يبدو أن صبرها بدأ ينفذ في الآونة الأخيرة مع رفض بيونغ يانغ التخلي عن برنامجها النووي. وبعد أنباء الرياضة، في بانوراما النيل درة على تاج الثلج والجليد، مهرجان صيني يشهد منافسة فنان النحتة من مختلف أنحاء العالم. إليك. شكرا جزيلا لك حنان. انطلقت في مدينة هاربن الصينية فعاليات المهرجان 32 للجليد بمشاركة قرابة 60 فنانا جاءوا من أكثر من 10 دول من مختلف أنحاء العالم. ينظم المهرجان وينظمه الهيئة الوطنية الصينية للسياحة، ويبذل المشاركون فيه من الفنانين قصارى جهدهم في نحت قطع الجليد وتحويلها إلى قطع فنية من نسج خياله. وهذه هي نقطة ختام البانوراما. تذكير بأهم العناوين: خلال تهنئته الأقباط بعيد الميلاد المجيد، السيسي يعلن الانتهاء من ترميم جميع الكنائس المتضررة خلال العام الجاري ويشدد على وحدة النسيج الوطني. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 أطفال في قصف لميليشيات الحوثي وصالح في تعز، وطائرات التحالف العربي تقصف معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة في صنعاء. مقتل قرابة 70 شخصا وإصابة أكثر من 100 جراء تفجير شاحنة بمعسكر بزليت شرقي ليبيا. ختام البانوراما، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.